مريم أفضل أو الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء؟ راجعوا كتاب الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء لشرف الدين رحمة الله عليه، صاحب كتاب المراجعات يذكر هنالك سؤال فلان من علماء العامة إن مريم أفضل أو فاطمة، فقال ذلك العالم اللي هو مو شيعي: فاطمة بضعة من النبي صلى الله عليه وآله، ولا أعدل ببضعة النبي أحدا. فاطمة بضعة من النبي، لا يمكن أن تساويها مريم ولا غير مريم. مريم الملائكة كانت تحدثها، هذا يعني مريم نبية؟ لا، مريم واحدة من أولياء الله، الملائكة يكلمها، شنو الإشكال في ذلك؟ راجعوا سورة آل عمران، الله تعالى يقول: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يعني عالم زمانها، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. منو كان يقول هذه الكلمات؟ الملائكة. فماكو مانع، سارة اللي هي قطعا بإجماع الأمة أدون مقاما من فاطمة الزهراء، أكو واحد يفضل سارة على فاطمة؟ ممكن؟ شيعي أو مو شيعي، قطعا فاطمة أفضل من سارة. الملائكة تحدثوا مع سارة، بشروها بإسحاق، راجعوا سورة هود: ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يعني سارة زوجة إبراهيم: يا ويلتا أألد وأنا عجوز، عمرها كان 90 سنة، وهذا بعلي شيخا، إبراهيم كان عمره 120 سنة، كيف ألد وأنا في هذه الحالة؟ إن هذا لشيء عجيب. قالوا، منو قالوا؟ الملائكة: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. الملائكة كلموا سارة، فما المانع أن الملائكة يكلمون فاطمة صلوات الله عليها وهي قطعا أفضل من سارة؟